دلوقتي نبتدي في الصفحة اللي بعدها، وممكن نحط فيها مثلا مجموعة بيانات جراف أو باي تشارت أو بار تشارت. خلينا نروح على أنا فتحت صفحة عادية جدا، وهروح على البار تشارت أو الجراف تول، واختار منها التول اللي انت بتحبها. فخلينا مثلا نروح لللاين جراف تول، وهبتدي ارسم مثلا كده مربع هنا. الجراف تول عبارة عن أداة لرسم البيانات في أدوبي إلستريتور. أي شكل جراف برسمه مكان المستطيل اللي فات دوت بيجيب لي نفس البانل ديت، والمفروض إن أنا بحط فيها البيانات. البيانات اللي معايا بصراحة أنا أخدتها من إكسل شيت برضو أنا عملته. خليني أخدهم كنترول سي، وهاجي هنا أبدأ أعمل لهم كنترول في. قبل ما احط البيانات عندي هنا محتاج افهم حاجة، انه لو حطيت البيانات بالشكل دوت ودوست على طول اوكي من هنا، ظهر لي البار تشارت بالشكل ده، بس ناقص انه انا احدد ايه هو نوع البيانات ديت وايه هو نوع البيانات دي. يعني ايه نوع البيانات دي، او الكولوم ده يخص ايه والكولوم ده يخص ايه. خلينا نقول مثلا انه ده اولى ثانوي، ده تانية ثانوي، 2010 2011 وات ايفر كان. فانا هعمل كوماند زي، وهاجي هنا همسح ديت، وهاجي هنا اكتب كوما وبعدين 2021، وهكتب هنا كوما وعشرين اتنين وعشرين، وهاجي هسيب المربع ده فاضي، وهبتدي لزق البيانات او ان انا اعمل كنترول في للبيانات في المكان ده، وبعدين اوكي ظهر معايا الشارت بالشكل دوت. ادي كل الداتا اللي موجود طبعا من غير الارقام. الارقام على الاغلب بنبتدي نحطها مثلا بشكل يدوي. في حالة إن أنا محتاج إن أنا أغير الداتا بتاعة الشارت هنا، ممكن كليك يمين وهروح لداتا وأبتدي أغير أي رقم أنا محتاجه. خلي ده مثلا يكون 55 بالشكل ده، وأقول له أوكي بدأ يظهر معايا التعديل بالشكل ده. لو محتاج إن أنا أغير شكل الجراف نفسه، فبرضه كليك يمين وهروح على قائمة تايب، وأبتدي أختار شكل الجراف اللي أنا ما هشتغل عليه الجديد. خليني ارجع للشكل الاولاني بتاعي واقول له كده، وهقول له اوكي. الحقيقة الجراف تول انا ما اقدرش اعدل عليه كتلة واحدة، بمعنى ان انا مش هقدر احدد عليه كده وابتدي اعمل فيه تعديلات. خلينا نشوف انا ممكن اعدل ازاي. انا هختار مثلا الستروك دوت، وهروح ل select و same و stroke color. هيحدد لي كل الستروك اللي واخد اللون دوت. ممكن ساعتها اروح مثلا على القائمة هنا وابتدي اغير اللون بتاعه، خليه مثلا كده. هاجي على الستروك الاسود نفس الموضوع، select same stroke color، واخليه مثلا لونه purple بالشكل ده. بعدين ممكن ابتدي اغير الكيوب اللي هنا بأي لون انا ممكن اشتغل بيه. نفس الموضوع، اغير الكيوب اللي هنا بأي لون انا ممكن اشتغل بيه same، وهقول له الفيل كولر، وكل الفيل اللي لونه اسود خليني مثلا اخليه اللون دوت، لكن يكون فاتح شوية كده بالشكل ده. واجي مثلا عند الكيوب دوت وسلكت سيم وفي الكالر، وهخلي اللون بتاعه مثلا قهلي بالشكل ده، والستروك بتاعه يكون فاتح شوية. نفس الموضوع بالنسبة للتكست، خليني احدد كل التكست اللي موجود هنا.
إذا حبيت إن أنا أعمل تعديل زيادة على الشورت هنا، ممكن أرسم نفس اللاين دوت وأديله دروب شادو بحيث إن هو يكون واخد إيفكت بسيط، ونفس الموضوع بالنسبة لللاين دوت. في طريقتين علشان أعمل الموضوع دوت، يا إما إني أرسم بالبن تول نفس اللاين دوت، أو إني آخد الشورت دوت مثلا كده كوبي، وبعدين هختار كوماند شيفت جي علشان يقول لي ان هو بيفك الجراف دوت. الطريقة اللي انا بعملها دي معناها ان انا بعمل اكسباند للجراف، معناها ان هو مش هيبقى جراف تاني، مش هقدر اعدل على الديتا بتاعته تاني. فهقول له اوكي بالشكل دوت، وبعدين هدخل جوه واخد كل اللاين دوت بالشكل ده، اقول له كت، وبعدين كوماند اف، نفس الموضوع لللاين الموف، كت، وبعدين كوماند اف، وهاخد الاثنين دول كت ومش محتاج الباقي ده في حاجة، وارجع هنا اقول له كوماند اف وهنزلهم بحيث ان هم يكونوا في نفس المكان، وكوماند جي خليني ادخل جوه ويبتدي ادي اللاين اللي فوق، اديهم مثلا اديله مثلا دروب شادو بالشكل ده، وهخلي الاوفست بتاعه يقرب بس شوية، 2 و1، والبلور يكون قليل. انا هبتدي اظبط بقى دلوقتي الزاوية بتاعة الشادو، وممكن اقلل دي من هنا، اوكي نفس الموضوع، اطبق الايفكت، ابلاي دروب شادو، اطبق الايفكت هنا على طول. طبعا في التصميم شكله هيبقى مختلف، خلينا نتأكد انه هو ورا، فرايت كليك وارينج وسند تو باك بالشكل ده. دلوقتي ممكن اعمل سيف الفايل بشكل عادي جدا وابتدي ان انا اعمل له بليس في الانديزاين. ده بالنسبة مثلا للبار تشارت أو الباي تشارت. خليني أمسح كل دوت وأجي أعمل تشارت تاني مثلا للجراف تول، هرسم مثلا بالشكل ده وأبتدي مثلا 13 45 12 60 إلى آخره وات إيفر كان، وهقول له أوكي يبتدي يعمل لي الباي تشارت بالشكل ده. فبرضه نفس الموضوع، الحل بيكون بسيط ان انا بختار الدايركت سيلكشن تول واجي عند كل جزء وابتدي اديله مثلا اللون المناسب او اللون اللي انا عايز اختاره. خليني اخلي ده كده ودوت باللون ده. اوكي في الحالة دي الباي تشارت هي لسه عبارة عن داتا اقدر ان انا اتحكم فيها، سواء كانت لمجموعة داتا كبيرة أو لو عايزين نقول مثلا إن هي 30 و70، وهمسح الباقي كده وهقول له أوكي، وبقت 30 و70، وخليني مثلا أخلي دي كده وأخلي دي باللون ده، وهاجي مثلا هنا وأرسم دايرة تاني أخليها أبيض وهقول له أبلاي بالشكل ده. ممكن الأخضر دوت أخليه مثلا جري فاتح بالطريقة دي، وهنا مثلا يكون أي أيكون بالشكل ده أوكي، وبعدين ممكن أعمل تاني دايرة بالشكل ده وأخلي الستروب بتاعها يكون كده ونفس الموضوع. هعمل مثلا باي شورت وسيف واجي
كوماند دي او كنترول دي واعمل الشارت هنا بالشكل ده. في حالة لو حبيت ان انا اعدل على البيان او اعدل على الباي شارت بكل بساطة، كليك يمين وإديت with Adobe Illustrator هيرجعني للفايل الأساسي، هقف عليها كليك يمين داتا وأبتدي أغيرها أخليها 70 إلى 30 بالشكل ده. وبالطريقة دي فضلت editable معايا، مش محتاج إن أنا أفكها أو إن كل شوية أعمل chart جديدة من الأول. حاجة تاني بخصوص الشارت، خلينا مثلا نرجع تاني ناخد الكولوم بالشكل دوت وأرسم الجزء ده. الإفكت وبعدين الراب وأقول له خليها أرك بالشكل ده وأخليها كده وهقول له اوكي، وهيبتدي انه نفس الحالة ادي كل واحدة لون مختلف و place في ال InDesign، او ممكن اخدها زي ما هي كده Command C واروح لل InDesign واقول له Control V على طول، هتنزل لي بالشكل ده بحسب البيانات اللي عندك بحسب شكل التصميم. انا ممكن اكمل كل الباي شارت على الالستريتور واخدها بليس في الانديزاين على طول.